اللي بيقدمها المعرض مثل هي الرسالة نفسها اللي بتقدمها أي رواية أي أدب أي فن تشكيلي، هو يعني يعني مقياس حضارة أي بلد بالأدب وبالفن اللي فيه. فنحن بدنا نرتقي ببلدنا وبدنا نفرجي أنه نحن رغم الحرب ورغم الظروف القاسية اللي نحن فيها نحن موجودين وعم نشتغل وعم نقدم كل شيء بنقدر عليه. أنا كتير بحب شغلة الدكتورة كينا وبسطت أنه صار في شغل بيننا وبينها، وأنا بحب هذا النوع من الفن صراحة. يعني بحب أغلب المعارض اللي بتكون موجودة عنا، يعني أنا من الأشخاص اللي بلاقي أنه الفن السوري فن كتير مهم، فبنبسط وقت بيكون في عنا معارض لفنانين سوريين. دكتورة كندا بتشتغل على شيء تعبيري، هلأ هي عندها شغلة لوحات تصوير، علما أنه هو اختصاصها الأصلي جرافيك حفر، شغلة أعمال حفر كتير حبيتهم أنا، عجبوني كثير. في منهم بيسموها تقنية طباعة الكولاج، كثير حبيتها جوا بالأعمال اللي جوا، حبيتهم كثير. حلاوة المعرض فيه عدة تقنيات وعرضت كل شيء عندها سواء كان من ناحية التصوير الذاتي أو الجرافيك.